واخدنا النورم وعدنا 3 انواع من الماتيريالز مانيفاكتشرينج ثرو بتروكيميكال اللي هي اندستر برودكت وبيلدينج برودكت وعندنا ميديكال برودكت وهذه موجودة قدامكم وراح ناخذ 2 أو 3 من كل نوع. اليوم ممكن إنه نبدأ إحنا بمادة مادة صناعية اللي هي الإنك الأحبار. تعتبر الأحبار من المواد شائعة الاستخدام، تكون بشكل جيل أو سوليوشن أو باودر أو غيره من الأنواع. يتكون يعني الرو ماتيريالز بالدرجة الأساس من البتروليوم أو البتروكيميكال سورس. يتكون على الأقل من لون واحد، يستخدم لتلوين الأسطح والبروديوس إن إيمج وإنتاج الصور، أيضا للتكست للكتابة أو الديزاين. الإنك أيضا يستخدم للدراوينج والرايتينج والكتابة وبالبن والبراش والريد بن وكول والتيكر انكس ان بيس فورم. تيكر انكس يكون بشكل عجينة وهذا يستخدم extensively in letter press and والبرينتينج. فعدة أنواع من البرينتينج. هنا صورة يعني شكلية لل bottles of ink Germany manufacture. قلنا يستخدم أحد الاستخدامات للكتابة. الإنك can be complex medium. الإنك هو فد وسط معقد كومبوست، يتكون من solvent بالدرجة الأساس. solvent هو المكون الرئيسي للإنك، هو يكون حامل لبقية المواد، فيكون من solvent البيجمنتس والدايس والرزن والبريكيت والسوليبل والسورفاكتنت اللي هي تكسر الشد السطحي للمواد وبعض بعض المواد والأتتف الأخرى. فيكون فد وسط معقد، لكن معظم المواد تكون هي من البتروليوم أورجين سورس، لأنه يحتوي على الرزنز والبريكيت والسرفكتنت وغيرها من المواد. البقية كلها مجرد أتيتيفز. حتى السولفنت هو أصله يعني نفطي، من مصادر نفطية، أو الرو ماتيريالز هي نفطية. الكومبوننت اوف انك سيرف ماني بيربوس. يكون الانك المحتويات يعني مكوناته، الانك كيريال حامل للحبر، كولورنت واللون، وبقية الأمور additives effects on the flow thickness of the ink and its dry appearance. إذن هذه المواد المركبات اللي هي تتكون من الكارير والكولر وغير من الإضافات،
هذه راح تأثر لي بالدرجة أساسية على الفلو وعلى الثيكنس، على سمك أو طبقة الحبر، وأيضا من الثيكنس أو في الحبر، and its dry appearance، وعلى عملية الدراينج، على عملية التجفيف. هذه الثلاث عوامل هي اللي تحدد الكومبوننتس الموجودة في الانك، الفلو والثيكنس هذه مهمة، والاوف انك والدراي ابييرنس. بال2011 صار يعني توسع كبير بالكونسبشن اوف برينتينج، صار توسع كلش كبير باستهلاك البرينتينج انكس، جنريت more than 20 بليون يو اس اي دولار. الاستثمار كان حجم الاستثمار ب هذه الاحبار هي 20 بليون يو اس اي دولار، دولار امريكي. demand by traditional print media، الطلب صار على البرينتر التقليدية، و other hands and on other hands more and more printing inks are consumed for packing. ايضا كثير من الطابعات هي استهلكت للباكينج. اذا ب 2011 تحديدا صار توسع باستهلاك البرينتينج، ولذلك صار الديماند الطلب كلش عالي، وصل إلى 20 بليون يو اس دي، دولار أمريكي، 20 بليون يعني 20 مليار دولار أمريكي. الانك فورميلا فيريوس أو فيري يعني متغيرة، الفورميلا متغيرة، لكن بدرجة أساس involved in two components، الـ color والـ vehicle اللي هو الحامل أو البايندر. إذن كل الأحبار هي متغيرة الفورمولا، لكن تتألف من بصورة أساسية من two components اللي هي الـ color والحامل. الـ inks الأحبار generally fall into four classes، تتألف من أربع تقسيمات اللي هو الأوكسس والليكويد والبيتس والباودر. المحلول يكون إنج محلولي أو بشكل معلق يسموه. المحلول هو إذا أذبنا شيء في سولفنت مثل السكر في الشاي محلول، لكن ممكن نسميه تسمية أخرى هنا أوكيوس، اللي هو يكون بعض البارتيكل سسبيند، مو مذابة، سسبيند معلقة، وممكن أن يكون الحبر ليكويد، وممكن أن يكون بيست مثل العجينة، وأيضا يكون باودر مثل ما نستخدم إحنا بالأحبار الطابعات، الغالب تكون باودر، وممكن أن تكون ليكويد وغيرها من الأنواع. ثلاث شغلات أساسية، the main environment issues with ink are، ثلاث شغلات أساسية تأثر على القضايا البيئة من خلال استخدام الانك. أول نقطة اللي هي يحتوي على الهيفي ميتلز، وهذه الهيفي ميتلز تعتبر مؤثرة بشكل كبير جدا على البيئة بسبب صعوبة التخلص منها.
نون رينيوبل اويلز اللي هي الزيوت اللي هي غير متجددة، هذه أيضا تأثر على البيئة. volatile organic components المركبات العضوية اللي هي المتطايرة، أيضا هذه رأسا ممكن تذهب إلى الجو، وبالتالي هذه تتراكم بيئة الجو وتعتبر مؤثر رئيسي على البيئة. إذا المؤثرات الأساسية الثلاث على البيئة من خلال استخدام الإنك هو الهيفي ميتلز، صعوبة التخلص منها، نون رينوبل أويلز الزيوت الغير متجددة، الفولاتايل أورجانيك كومبوننت المركبات العضوية المتطايرة. الإنك يحتوي على كميات من الهيفي ميتالز. There is trend toward vegetable oil وزيوت نباتية أو خضرية rather than petroleum، فضلا عن البتروليوم oils. إذن أكو heavy metals، أكو vegetable oils فضلا عن الزيوت البترولية اللي أصلها بترولي. In recent years, in response to the demand for better environment, sustainable performance. إذن بعض المواد استبدلت مكان مواد أخرى بالسنوات الأخرى استجابة لطلبيات أو demand for better environment، لأمور بيئية بحتة مستدامة، environment sustainability performance. ومثل ما ذكرنا هنا التأثيرات البيئية، يقول الانج uses up non renewable oil and metals which has a negative impact on the environment. إذا تأثيرها يكون سلبي على الـ environment، على البيئة. لذلك بالسنوات الأخيرة ظهرت بعض البدائل اللي هي ممكن أن تكون better environment sustainable performance. مكون أيضا أساسي ممكن أن يكون الحبر، مكون منه اللي هو الكربون. الشينيز القدماء الصينيين القدماء هم استخدموا الكربون في الكتابة وعلى الرسومات، ممكن يكون مصدرها نباتي وممكن أن يكون مصدرها حيوان. Bending agents keeps carbon particles in suspensions. الخطوة هنا المهمة أنه أني أجعل جزيئات الكربون suspension and adhered to paper. الشيء الأساسي بالحبر من أستخدم الكربون فيه، وإحنا عندنا خطوة أنه نسوي الأحبار من بعد الحرق أو بعد التك يعني بعد تكسير النفايات البلاستيكية،
راح يظهر ويست ايضا اللي هو بشكل كربون، او خلينا نقول في النفايات البلاستيكيه. عندنا اخذنا العام بالتكسير، او الكورس الاول بالتكسير، لما نسوي تكسير للهيفي اويل، اذا ما استخدم ثيرمال وكاتاليس، اذا ما استخدم الهيدروجين اللي يعوض لي نقص بالهيدروجين، لان الهيفي اويل هو يعني ببساطه هو يمتلك هاي نمبر اوف كربونز. اذا ما اضخ هيدروجين حتى يحول لي الهاي نمبر اوف كربونز الى هيدروكربون، يعني حتى حوله الى خفيف هيدروكربونز خفيفه متجزئه، راح يترك لي متخلف كبير من الكربون، من النفايات الكربونيه. مع ذلك حتى لو همينا استخدم الهيدروكربون، فيعتبر الكربون مصدر، يعتبر الكراكينج، عمليات الكراكينج مصدر رئيسي للكربون. وبالتالي أني علي كمهندس مواد ألقى له منافذ تصنيعية، من ضمنها هنا أنا يذكر أنه ممكن أني من الكربون أصنع الإنك اللي هو بالدرجة الأساسية. لازم كل موادي يكون سسبنشن معلق مو مرسب، يعني مو انا خلطه بعدين يترسب الكربون، ويكون ادهيرد لاصق للبيبر، اذا يلتصق بالبيبر ويكون سسبنشن. الكربون بارتيكل دو نوت فيد اوفر تايم ايفن وين بليد or when sunlight، قليل التأثر ويا التايم وحتى بال sunlight الشروق. One benefit is that carbon ink does not harm paper. الفائدة أيضا الأساسية أنه الكربون ما يتلف البيبر. Over time ويا الوقت the ink is chemically stable، ويا الوقت الكيميائيا يكون stable مستقر، and therefore does not threaten the paper، ما يشكل تهديد على قوة البيبر. هذا يعني هاي من فوائد الكربون استخدامه. Despite this benefit, carbon ink is not ideal for performance and ease of preversion. يكون هو مو مثالي، لكن أداء واستخدامه بسيط جدا. الكربون إنك أي تينز أيضا يشتغل الكربون بالهيوميد انفايرمنت، البيئة تكون الرطبة جدا. هنا أنا مطي مصدر يقول the best method of preserving document written in carbon ink is to store it in the dry environment، اللي هو المصدر. هذا مصدر قديم يعني تحدث عن الإنك، كربون إنك. ريسنتلي مؤخرا كربون إنك، الأحبار اللي هي تصنع من الكربون
صنع made from carbon nanotube. يحول الكربون إلى نانو تيوب. have been successfully created. ممكن أن نصنعه ب أو نخلقه أو نصنعه بسهولة. هنا يقول they are similar to in composition. هو نفسه بالتركيب to traditional ink. The traditional ink اللي هو مو نانو تيوب. إذا هو نفسه بالكومبوزيشن. And that they used polymer to suspend the carbon nanotube. إذا أيضا هو يستخدم البوليمر حتى شنو يصير suspended معلق يعلق للكربون نانو تيوب. These inks can be used in injects بالحاقنات البرنترز الحاقنات and produce electrically conductive pattern. نجي على الستورج لل خزن الانك. required storage in a stable environment. يحتاج الى stable environment بيئة مستقرة بسبب انه الـ humidity increase the rate of formic acid. الـ humidity الموجودة بالجو تزيد لي من معدل الفورميك أسيد. والأسيتيك أسيد and foreign derivative from in the materials the ink was used on. فالهيوميد environment راح تسوي لي مجموعة تفاعلات راح وهذا تأثر والسلفوريك أسيد الموجود بال يأثر as catalyst to cellulose hydrolysis ويسوي degradation أو تفكك أو hydrolysis بالمواد اللي الأيرون الهيفي الأيرون يعتبر من الهيفي ميتالز سلفيت وأيضا ممكن أن يسوي أوكسيديشن. These chemical reactions physically weakens the paper causing a brittleness. هذه الكيميكال رياكشن التفاعلات الكيميائية اللي تحدث بالانفايرمنت اللي انستابل وخصوصا الهيوميد انفايرمنت راح تسوي لي ضعف فيزياوي physically weakness the paper بالبيبر بالأوراق اللي ينطبع عليها causing brittleness واضحة مسببة لبريتلنس يعني قابلة للتكسير يعني كل ما المادة تتجه تكون إلى بريتل تتكسر بسهولة قابلة للكسر. أما الدكتل يكون مطيلي لا يعني فهذا اللي يسبب الـ environment الـ unstable. هذا تقريبا ملخص مو كل الموجود عن الانك لكن الشغلات الأساسية لصناعة البيسك لصناعة الانك من البتروليوم سورس قدرنا أن نلخصها بهذا البيبر.
حتى نتفاعل ويا المحاضرة احنا عندنا عندنا عفوا هومورك يخص لهذا الثلاث او اربع تصانيف الموجودة بالإنك، اللي هي اما محلول سسبند او ليكويد او بيست او باودر. لكل من هذه الانواع راح تذكروا لي كهومورك، لكل نوع راح ينزل ك assignment بكانفاس. لكل نوع اذكروا لي الابليكيشن. طبعا هو هاي الانواع، الاربع انواع المتعدده. ليش اربع انواع؟ لكل نوع لها الابليكيشن والرو ماتيريالز المستخدمه به. اذا لكل نوع اكو ابلكيشن واكو رو ماتيريالز تنتج من عدها، وهذا الرو ماتيريالز تذكر لي تحدد لي بالضبط هي كرو ماتيريالز بالكامل تذكر، لكن تحدد لي بالضبط شنو هي الرو ماتيريالز اللي هي اصلها نفطي، بتروليوم ماتيريالز. اذا واضح يا طلاب الهومورك؟ عندي هنا أربع أنواع، لكل نوع أحدد الأبليكيشن وأحدد شنو الرو ماتيريالز المواد الخام اللي تصنع من عنده، وبالذات أركز على يعني أحدد أقول البتروليوم ماتيريالز اللي بهاي الأنواع الأربعة. أكو سؤال طلاب على المحاضرة على الهومورك؟ دكتور على وادة تنزل المحاضرة على الكلاس روم لأنه صعب ننزلها من الكانفاس. هو أنا بكل الأحوال يعني بعدني مستمر، أنزل هنا أنا وأنزل هنا أنا إلى أن نلقى حل. أوكي، ماكو مشكلة، تتنزل هنا وهنا. عندنا المادة الأخرى اللي ممكن أن ناخذها، همين أيضا ناخذ بيسك لهذه المواد وطريقة تصنيعها والمواد الأساسية اللي تدخل التراش باكس، اللي هي ال شو نقول الحاويات اللي هي تستخدم للنفايات وغيرها وبالباكينج، ومن ضمنها النايلون المستخدم احنا نقول شلون العلاقة بالشيء العامي. فهذا يتكون هو من البولي إيثيلين بدرجة أساس تراش باكس. The most common from the trash box available today، يعني البوليإيثيلين غزانة غزو خصوصا باستخدام التعبئة والباكس. هنا البوليإيثيلين تراش باكس are petroleum based product، أكيد بوليإيثيلين هو البتروليوم بيست، هو منتج أصله نفطي. That are preferred يتباع to preferred، هو يعني أكيد because of their strength and tear resistance، بسبب قوته وأيضا مقاومته للتمزق. The most common form of polyethylene trash bags are made from low density polyethylene.
الغالب يصنع من اللو دنسيتي بوليثينين، طبعا اكو لو دنسيتي بوليثينين واكو ميديوم دنسيتي واكو هاي دنسيتي. سام تراش باكس ار ميد فروم هاي دنسيتي بوليثينين فور اذر ابلكيشن، لكل تطبيقه. اذا عندنا لو دنسيتي بوليثينين وهاي دنسيتي بوليثينين تصنع منها التراش باكس، لكل منهم تطبيقه. Both types كلا النوعين of trash box come in wide variety of size and strength، يأتي على أنواع حجوم متنوعة وقوة متنوعة. Below is a chart showing the characteristics of each kind of trash. جوا في chart أو table يبين الانواع اذني النوعين، عندنا لو دنسيتي بولي اثنين تراش باكس وهاي دنسيتي بولي اثنين، هذا النوع. وعندنا بالرو عندنا بنشر ريزيستنس تير ريزيستنس واللود كاباسيتي. هنا فد مقارنه بيناتهم بين اللو وبين الهاي. اذا نجي الى البنشر ريزيستنس، الثقب يعني مقاومه الثقب، نقول بالعاميه بنشر التاير بنشر يعني بمعنى في ثقب. فهنا مقاومه الثقب تكون باللو دنسيتي جود، لكن بالهاي دنسيتي اكسلنت، تكون ممتازه. فهنا بين الجود وبين الاكسلنت راح نحدد التطبيق. هذا يحدد التطبيق اللي احنا شنو استخدامنا، شنو احتياجنا اصلا. فراح هل هو يتعرض للثقب، فانا راح افضل شنو الهاي دنسيتي على اللو دنسيتي. اما اذا كان الامر او الابلكيشن يتعلق بالتير ريزيستنس مقاومه التمزق، لا والله افضل اللو دنسيتي على الهاي دنسيتي، لان يكون اللو دنسيتي اكسلنت هنا الهاي دنسيتي جود. وهذا يتعلق بالفلكسبيليتي. اللو دنسيتي هنا يعني اللاقه مال المسواق نايلون اللي هي low density polyethylene بتكون high flexibility، لذلك tear resistance مقاومة التمزق تكون بيها excellent، لكن high density polyethylene تكون more rigid أكثر صلادة، فتكون أقل. هي جيدة it's good، لكن أقل من مقاومة التمزق لللو density. لذلك أرجع حسب التطبيق أني أحدد الماتيريالز مالتي. هنا الكولوم الأخير يتعلق باللود كاباسيتي، سعة الحمل. سعة الحمل للود دنسيتي از جود، لكن بالهاي دنسيتي از اكسلنت. نفس الشيء راح أني أحدد التطبيق اللي التطبيق اللي راح يحددني باختيار المادة. هناك تطبيقات خلط بين اللو والهاي دنسيتي حسب اني وين ما اري وين التطبيق مالتي وشنو الريزيستنس اللي اني لازم احقق، المقاومة اللي احقق. التراش باكس ار ميد فروم بولي ايثيلين، قلنا مثل ما قلنا من البولي ايثيلين تاف، يكون تاف، يكون لايت، فلكسبل، بلاستيك، يوز تشيفلي ان كونتينرز، يستخدم بصوره اساسيه بالكونتينرز بالاوعيه، انسوليشن بالعوازل اند باكينج بعمليات الباكينج التغليف. بولي اثيلين got its name because it is polymer. طبعا هاي معروفة البوليإثنين
أخذ اسمه لأنه هو أصلا بوليمر، هو نوع من الكومبوننت اللي هو يأتي من عملية البوليمرايزيشن للإيثيلين، والإيثيلين هو كولرليس غاز، غاز بدون لون، هذا كمونيمر للبولي إيثيلين، يستخدم في عملية إنتاج الكيميكالز. البولي إيثيلين is resistant، مقاوم للكيميكالز، both chemicals and moisture، مقاوم للمواد الكيميائية والرطوبة، and has good insulation insulating properties، و عنده أو يمتلك خاصية خواص العزل جيدة. لذلك بالسنين الأخيرة تلاحظون أنه ما عاد السمنت يستخدم، أو المورتر أو الكونكريت يكون بيور سمنت زائد أكريجيت اللي هي الرمل والحصو هالسوالف، أو حتى الحديد، لا يضاف ويستخدم جزء من عنده البلاستيك للحصول على هذا الجود انسليتنج بروبرتيز. يعني السمنت هو تعرفون انتم مادة سيراميكية وتكون موصلة أكثر من البلاستيك، وبالتالي استخدام جزء أو نسبة معينة حسب التصميم الهندسي للماتيريال من البلاستيك هو يعطي خاصية العزل. ومعروف أنه الآن مؤخرا بعمليات البناء والبيلدينج ماتيريالز، أنه مش قد ما تكون البيلدينج ماتيريالز هي عازل حرارية وعازلة صوتية، تكون هي ممكن تكون أنسب شيء خصوصا للبيوت والبنايات. لكن بيها عيب، يعني انه من اخلي ان البوليمر او البلاستيك بنسبة مع السمنت راح يقلل لي من مقاومة الفايرنج ريزيستنس، فايرنج ريزيستنس، مقاومة الحرائق، لان السيراميك السمنت يعتبر اكثر مقاومة للحرائق من البلاستيك. لكن يعني الاتجاه العالمي الآن لإنتاج sustainable building materials أو sustainable materials بصورة عامة، المواد المستدامة، صح؟ يعني أثر لي على بعض العمر أو firing resistance أو غيره، لكن هي أكثر sustainable، أكثر استدامة، low cost وغيرها من الأمور. الرزن بيلتس، الحبيبات الرزن are small، هي صغيرة، are cylindrical shape، وعندها شكل اسطواني hard صلب، plastic particle شكل جزيئات، to make car bag packs، polyethylene resin belts are poured into large hoppers. بعدين هذا البيتلز ممكن البيلتس تصنع به large container أو large materials في تطبيقات كثيرة for containers used. بواسطة ماشين أو opening، بعملية التصنيع the resin builds then enter an extruder a machine that melts the builds by heating them to a temperature between 365 إلى 465 degree فهرنهايت، تقريبا 200 درجة مئوية، ما يتجاوز ال 200 درجة مئوية
يكون يسخن بالأكسترودر ماشين، آلة الباثقة باي هيتينج. ممكن أجيب يعني صورة، يعني تذكرون أنه أضيف لهذه المحاضرة صورة الأكسترودر. صراحة هي مو فقط عملية تسخين بقدر ما هي أيضا شيء ميكانيكي بيها موفينج، يستخدم شفت بشكل حلزوني بتحريك أو تقليب البلتس إضافة للحرارة حتى لا يصير عملية حرق أو ديجريديشن في البلتس قبل عملية الملتينج، وحتى خلال عملية الملتينج وبعد عملية الملتينج لهذه الدرجات ممكن يصير بها degradation with time. فيكون الأكسرودر صراحة مو فقط heating، تكون عملية moving حركة بواسطة شفتات حلزونية. When the pellets are heated with extruder ويخلط with the remaining raw plastic mixture مع الإضافات، تضاف طبعا بشكل آني ويا البلتس المذابة is then pushed through a die. إذن هو يدفع بشكل آني، متى ما يذاب البلاستيك راح يدفع بشكل آني إلى الداي. والداي هو شنو؟ special tool or to cut shape material، هو الشكل الماتيريالز اللي أني أريد أشكله به. forms the plastic into rings، ممكن rings سوي، والrings ممكن إن تكون blown ينفخ فيها بشكل bubble حسب الشكل اللي أني أريده ويظهر بالمظهر المطلوب. البلاستيك تيوب gradually cool down. التيوبس اللي أو الأشكال اللي أني البلاستيكية اللي صنعتها بشكل تدريجي راح يصير بها cools down، تبرد بشكل تدريجي طبيعيا. ممكن أني أشكلها بالأطوال اللي أني أريدها والمينيموم ثيكنس أحدد، و يعني الأبعاد بصورة عامة. ممكن تكون فلات بيو تيوب وفيلم which easy to work with، اللي ممكن إنه أشكلها أو أشتغل بها بسهولة. هذا أيضا ملخص عن التراش باكس والمواد الموجودة فيه وعملية التصنيع. الآن هنا نرجع لهذا التيبل وراح ناخذ عملية مو ديزاين بقدر ما هي عملية هومورك راح يكون حسب. دكتور بلا زحمة عليك، يعني إذا تكثر علينا الهوموركات ما راح نقدر نسلمك إياه، يعني هو راح يكون يعني يكفينا إنه هومورك واحد يعني يا دوب نلحق وياه، إذا كثر الهوموركات ما راح نقدر نسلم، يعني راح يصير عندنا مشكلة، لأن إحنا هم عندنا بعد مواد ثانية. أنت هذه المحاضرة راح يكون هوموركات خفيفات، الهومورك جزء من المحاضرة، راح تدخل بعملية التقييم وهذا الهومورك كأنه هو هدية ممكن باحتمالية
بشكل كبير انه تشوف نفسه كسؤال سواء بالميد او بالفاينل. بدون ماشي، زحمات يعني فهو المادة جزء من المحاضرة. الهومورك هو جزء من المحاضرة، وده تشوفون انتو الهومورك مو ثقيل، يعني خلي بشكل مبسط واضح زين. ترى يا اخي عندنا وقت نبحث عنه والله اكثر هواي، واحد واحنا عندنا باقي المواد هواي هوم وركات اصلا هذا الاسبوع. اي مو هو شو اقول لك، يعني هسه احنا يعني المواد يعني احنا بوقت ملزمين، ومواد موادكم اني وياك هواية، بس اني همين ايضا يعني ملزم انه اكمل لك المواد. وده تشوف انت احاول انه اني اعطي بيسك، ما اعطي هواية تكست ما اثقل، ولا هي المحاضرة يعني كلش طويلة، لكن انا اختصرتها فقط بيسك جزء منها، خليتها هوم وورك حتى تاخذ درجتك بشكل كامل. دكتور على الاقل بين محاضره ومحاضره، يعني انت اكثر واحد تعطوه هوم وركات. يعني قلنا الهوم وورك هو جزء كبير من التقييم، وايضا هو هديه لك، هو راح تلقاه بالامتحان. واضح زين دكتور، يعني طلاب بالاقتراح طلاب بلا زحمه عليك، طلاب عين اذا تسمح لي دكتور. راح اسمع من عندك، راح اسمع. انا حتى نحاول، يعني انت تعرفون الظرف صعب والتعليم الالكتروني غير صراحه ينغبون حقهم، وحتى حقنا هم يعني يروح احنا التدريسين بايصال الماده وغيره. فاني هذه الوسيله، وسيله الهومورك، هو اعتبرها اول شيء جزء من المحاضره، وانتم مسؤولين عن هالامتحان. اثنين، مرشحه بشكل قوي جدا لان تكون سؤال امتحاني زين. فشوف كل واحد يعني اسلوبه بالتدريس. فأني جاي أعطي جزء، جاي أرمي جزء من المحاضرة عليكم، تعطوها بشكل هومورك وتكون جزء من الأسئلة الامتحانية. تفضل، أريد التحكي، تعطي مقترح. دكتور يعني انت حضرتك تقدر تخلص عدد الهوم وركات يعني من 3 او من 5 الى 1، البقيه تقدر تعطيهم الاسئله، خلينا نقول على قولتك هديه كاطلاع انه داخل المحاضره احنا نلقى الجواب، يعني احنا نبحث واذا ندور مصادر، يعني احنا عندنا بلا شيء بحث التخرج هم مسيطرين على الوضعيه وياك، واحنا موظفين احنا مو طلاب بس، يعني اتمنى تخلي هذا بالحسبان قبل لا يعني تعطينا اي واجب، يعني بس ماشي. هذني ببالك، اوكي، ويعني اللي تأمر به احنا حاضرين، ما ماشي، واضح بس واضح. يعني هستاني ذني المتغيرات خليهن ببالك من تعطينا ماشي واجب مثلا، ماشي. يعني كأسئلة اوكي زودنا بأسئلة، كثر لنا أسئلة، بس يعني مو بالضرورة، يعني خليهن مثلا داخل المحاضرة انه أسئلة داخل المحاضرة موجودة بحيث هن ذني، بس كهوم وورك يعني هواية كلش هواية يصير علينا، وقت يستهلك هواية. ماشي واضح. هسه انتم ما خليتوني طبعا احكي عن الهوم وورك، والهوم وورك بسيط جدا. اوكي، ملاحظتك راح تاخذ بنظر الاعتبار وتدلل. يعني فنرجع للهوم وورك. الهوم وورك راح يكون اصلا اجابته من داخل التيبل هذا. انا عندي لو دنسيتي وعندي هاي دنسيتي، راح اطلع فقط اكتب التطبيق حسب اني ما محتاجه من ريزيستنس او لو كاباسيتي او تحمل ميكانيكي. فراح يكون عندي نوعين من التراش باكس، راح اقول هالتراش باكس راح تطبق فلان تطبيق، فلان يعني ماده تصنع، وفلان ماده وفلان ماده وفلان ماده. ليش؟ لانه تعطيني جود بنشر واكسلنت تير وجود لو كاباسيتي. فانت ليش راح تطلعها من هذا التيبل.
فقط انت راح تشوف لي الابلكيشن للتو للتو تايبس النوعين هذني تطبيق او تطبيقين او ثلاثه وليش واي راح تكون الاجابه من هذا التيبل جاست اوكي وراح ينزل ايضا بالكانفاس وراح ينزل بال بالكلاس جوجل ترون تجاوبون بس يعني للعلم يعني جاي تصلنا التعليمات انه 100% صار على الكانفاس ممكن انتم عندكم راي اخر يعني العين والراس بس احنا جاي صلنا التعليمات بهالشكل زين فانتم قدر الامكان تجاوبون على الكانفاس لان العين عليه صراحه اوكي بالنسبه للمحاضرات انا راح اخليها هنا وهنا بالنسبه لي يجدون صعوبه بايجادها على الكانفاس وخلينا نمشي هذا الكورس صراحه دكتور شو ماكو تسجيل المحاضرات ما ينزل شيء التسجيل شوف اما اسجلها اني بالصباحي او بالمسائي موجود بس اسوي لها يعني مونتاج يعني المحاضرات السابقة كلها سجلت وأما أنا أسجلها بالصباحي أو أسجلها بالمسائي ماشي يعني أكو سؤال على الهومورك الأخير واضح الهومورك الأخير دكتور قصدك اللي فات لو هذا دكتور بس عيد الموضوع الهومورك الأخير ما واضح شو رد هذا اللي قدامكم شنو يعني المطلوب ما جاي ما وضحت هذه الفكرة عندي نوعين أنا عندي نوعين من التراش باكس أوكي عندي low density polyethylene trash box والhigh density كل نوع من هذين الأنواع إلى تطبيقه أوكي ومذكورة أيضا بالمحاضرة همينة إذا ترجع بالإضافة إلى أن تو راح تدورون كل نوع إلى تطبيقه وسبب استخدامه بهذا التطبيق هو موجود بهذا الجدول أوكي الإجابة بهذا الجدول يعني أنا low density مثلا أسوي أستخدمه بتطبيق معين ليش بهذا التطبيق لأنه هو يتميز بالبنشر ريزيستنس جود والتير ريزيستنس تمزق اكسلنت والكاباسيتي مالته اتس جود هذا الاحتياج اوكي وكذلك بقيه التطبيقات سواء اللو دنسيتي او هاي دنسيتي بعد اكو شيء مو واضح اذا ليش يعني السبب انه هذا يدخل في تطبيق معين موجود هنا الإجابة بهذا التيبل بهذا الشارت واضح الطلاب الهومورك تمام دكتور واضح إذن طلاب عيني اللي ما عنده سؤال يقدر يسجل حضوره كالعادة